أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام في كل وقت وفي كل حين، نتمنى أن تكونوا بخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع وفيديوهات أنتم صورتوها أنتم نشرتوها، وإحنا نحاول نعيد نشرها ونسمع آراءكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي إحنا راح نطرحها لكم، أو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من الأرقام الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل، حتى تعطونا رأيكم بالمواضيع اللي أنتوا تريدون تحجون بيها في حال أتكون موضوع خاص. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان وتحب تشارك بالبرنامج، عندك طريقة أخرى للمشاركة، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، تقدر تكتب لنا رسالة مكتوبة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف اللي كتب لنا الرسالة منو من وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف وسائل النقل البرية والجوية، ونبدأ من الناقل الجوي الرسمي إلى العراق، الخطوط الجوية العراقية أو طائر الرفراف أو الطائر الأبيض. هاي الشركة الحكومية اللي من المفترض أنه أي حكومة تجي إلى حكم البلد تهتم بها بالأساس، لأنه هي رفع رصيد، هاي الشركة هو رفع رصيد الدولة وخزينة الدولة وأسهم الدولة، إضافة إلى أنه أكو اعتبارات أخرى في حال كان الطيران أو الناقل الرسمي في مراتب عليا من الأمن والأمان والسلامة وغيرها 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 وغيرها، راح تترتب أشياء أيضا جيدة إلى العراق. وراح ننقل لكم جانب من معاناة المسافرين مع هاي الشركة. مع الأسف شركة الخطوط الجوية العراقية اللي تعتبر من أوائل شركات النقل الجوي اللي تأسست بالوطن العربي في أربعينيات القرن الماضي، يعانون مسافرين هاي الشركة أو اللي يرغبون بالسفر على متن طائرات هاي الشركة أنه من مشاكل كثيرة. طلعنا لكم قبل الحلقة المضت فلاي بغداد، اليوم الخطوط الجوية. اضطروا مسافرين أن ينتظرون تقريبا 10 ساعات بمطار أربيل، وتحديدا من الساعة 4 الفجر وما بعد ذلك، حسبوا لكم 10 ساعات وعرفوا شقد تأخروا بسبب تأخر رحلتهم على متن الخطوط الجوية العراقية من أربيل إلى البصرة. ومن بين المسافرين أطفال ونساء وكبار سن. تعالوا نشوف الفيديو اللي وثقته لنا إحدى المسافرات على طائرة الخطوط الجوية العراقية. 10 ساعات طبعاً لحد الآن من ساعة بالأربعة، زين الأربعة الفجر، إحنا لحد الآن مطار أربيل الدولي الخطوط الجوية العراقية. طبعا هذا التقم هسه يلا إجا مال الخطوط الجوية العراقية، زين، وإحنا من ساعة بالأربعة موجودين إحنا بالمطار، زين، وهاي العالم كل يدها واقفة، اللي بيها مريض واللي بيها أطفال. هاي قدام عيونكم هاي الظروف كل يدها، ها دايمًا مدى يوشون شي، ها هاي العالم كليتها واقفة. شوف يا هاي الدنيا كليتها من الساعة 3 الفجر. احنا لما نحكي عن شركة عندها موعد رحلة ساعة 4 الفجر، يعني المسافر بأقل تقدير أقل تقدير هو بالثنتين وربع بالمطار، بين ما يسوي البوردنج، بين ما ينطي الجنط، بين ما يكمل ختم الجواز، بين ما يعبر، بين ما يصعد، بين ما يقعد هنا ده ينتظر الطاقم يجي. فأنت تخيل أنه 12 ساعة مسافر قاعد هنيج، لأنه إذا 10 ساعات هو متأخر قبلها ساعتين أو 3 هو بالمطار، فأحسب هو شقد قاعد. هاي رقم واحد. رقم اثنين، من 4 الفجر إذا 10 ساعات يعني 12 الظهر أو أكثر، شنو الطيار كان نايم وما يقبل يقوم؟ لو الطيارة بها صيانة، لو الخلل شنو؟ كل بلدان العالم بها شركات نقل، وأكو ظروف طارئة تتأخر برحلات. مثلا طيارة عطلت بالمطار
يبلغون المسافرين يا بالطيارة عطلت راح نجهز لكم طيارة ثانية وتطيرون، بس ما تطول العملية نص ساعة، ساعة بالزايد. ظروف جوية طارئة في إحدى الوجهتين يبلغوك إنه الطيارة مالتك كانت بالساعة الفلانية تأخرت إلى الساعة الفلانية، أكو ظروف بالمكان الفلاني الطيارة ما قدرت تجي، أو لأزمة ما صار أكو خلل. السؤال اللي ينطرح هنا، المسافرين ذولا هل هم طالعين من أربيل إلى البصرة فقط؟ ما بهم ركاب عند ترانزيت مثلا؟ فلنفرض واحد من الركاب طيارته بالأربعة الفجر يوصل إلى البصرة، فلنفرض بالستة الصبح ساعتين، عند طيارة بثمانية الصبح حتى يروح إلى وجهة أخرى. زين هذا شي يسوي لما أنتوا أخرتوا له 12 والوحدة والثنتين الظهر؟ بس ويا من نحكي، رئيس سلطة الطيران، مدير عام الخطوط الجوية، وزير النقل، رئيس الوزراء، رئيس الجمهور، ويا من نحكي حتى يحلون هاي المشاكل. دا تلاحظون شركات النقل الجوي يوم على يوم عندهم مشاكل وأكبر من المشاكل اللي قبلها. هذا الفيديو نفس المشكلة ونفس الشركة بس طيارة ثانية. الناس هنا ذولاك تأخروا من أربيل طالع، يعني تأخروا بأربيل وطياراتهم طالعة من أربيل للبصرة. الجماعة هنا بمطار البصرة تأخروا وانتظروا بسبب تأخر طيارتهم التابعة إلى الخطوط الجوية العراقية، وانتظروا المسافرين لساعات ورا ما كان من المقرر أن تكون رحلتهم ساعة بالتسعة إلا ربع الصبح، ولحد الآن ما حد يعرف شنو سبب تأخر الرحلتين وبالذات هاي الرحلة. والمسافرين ذولا ما حد حكى وياهم وقال لهم يا برحلتكم ليش تأخرت. خلونا نشوف هذا الفيديو. الساعة 6 الصبح وقالوا الطيران الساعة 8:45 دقيقة، وحاليا الساعة 12:30 وماكو أي خبر، وهاي الناس تعبانة وهاي الناس نايمة وأطفال صرخ وما نعرف مصير شنو لحد الآن، وبطل الماي ب3000 دينار بطل الماي، إيه بلف ونص هسه سووه شوية رحموا لنا شوية. هي المشكلة مو بطل الماي ب3000 دينار، هي المشكلة أنه أنت متأخر من التسعة إلى ربع إلى 12:30، أربع ساعات وأكثر أنت قاعد بمكانك، أربع ساعات وربع أنت بالمطار. فدنوب وفروا لكم مطارات العالم المتطورة واللي هسه دا تنافس أن يكون هو المطار الأول والثاني والثالث بالعالم، وذني المطارات الثاني والثالث ذي نافساً الأول حتى إنه يصعدن. تلقون أكو أوتيلات للنوم وتلقون كابينات للنوم وأماكن راحة وحمامات ومطاعم ووسائل ترفيه ومنطقة حرة وغيرها وغيرها وغيرها، إنه المواطن لما يدخل للمطار بدون تأخير هو يسلي نفسه هالفترة اللي قاعدها بالمطار. فجماعتنا شنو موفرين بمطار البصرة من هذني الوسائل، وسائل الراحة للمواطنين والمسافرين، حتى من يطلع ويقيم رحلته على متن الخطوط الجوية العراقية، الناقل الرسمي للبلد والشركة الحكومية اللي رافعة اسم البلد وشعار طائر الرفراف اللي من أربعينيات القرن الماضي لليوم العالم تعرفه، على الأقل يقيموه تقييم جيد. نطلع من وسائل النقل الجوي ونروح إلى وسائل النقل البري. تعرفون أنتوا قطار بالعراق خصوصاً قطار نقل المسافرين يتعرض دائماً إلى تخريب. قطار من بغداد إلى البصرة دائماً ما يتعرض إلى اعتداء من قبل العابثين لحظة مرور القطار بالقرب من بيوتهم. طبعاً هاي ظاهرة وعادة سيئة غير جيدة، مو حضارية مو صحيحة، لكن سابقاً وفي أيام الحصار ما كانت معروفة ولا كان أكو أحد يقدر يهاجم قطار ينقل مسافرين، لأن هجومك على قطار ينقل مسافرين من الممكن أن يؤذي أحد المسافرين. فأنت لما نتأذي القطار اللي جوه مهامك، وإذا أذيت واحد جوه أنت عبالك يعني سويت شيء. أفرض الحجر اللي رميته على القطار طلع من هجامة وضرب هذا الإنسان وتسبب بوفاته، شنو موقفك راح تكون أنت كعابث؟ لكن هذا كله أنا ما أقدر أحكي بس على المواطن، أنا المشكلة اللي موجودة هنا يدل لكم هذا على جهل المتفشي عند المواطنين. لكن سببه منه؟
الحكومات اللي تعاقبت على حكم البلد وغيبت قضية المحاسبة القانونية. خلونا نشوف. اعتداءك على القطار هي مو معناها كسرت الجامعة وبس. أولا أنت هدرت المال العام، علما أنه العراق أصلا يعاني من هدر المال العام. أنت تعاني من مشكلة أنه أكو ناس دي يهدروا لك بفلوس الدولة وفلوسك، أما أنت هنا دا تساهم بهدر المال العام، هاي رقم واحد. رقم اثنين، دا تأذي الناس اللي راكبين بالقطار ودا تقلق راحتهم ودا تخوفهم. رقم ثلاثة، تخيل أي واحد يمارس هذا الفعل، تخيل حبيب قلبي انت شمرت الحجارة وضحكت تمام، بس هذا الجام وفات طفل صغير بالعمر ووقع وجت جاما ضربت هنا، شنو اللي راح يصير؟ او فاتت بايده، او اجى طفل رضيع شال وحده واكله، شنو اللي راح يصير؟ او انت ضربت الحجارة وواحد فايت والجام اجى عليه والحجارة جت بيه، شنو اللي راح يصير؟ فكروا بها شويه، فكروا بها. انت ما تاذي الدوله، اذا انت ناقم على الدوله وتقول انا ما عندي خدمات والقطار يمشي واضربه حتى الدوله تحس بي، انت ما تاذي الدوله، انت تاذي الناس اللي راكبه بهذا القطار. ففكروا بها شويه. والحكومه من المفترض اذا هاي الحاله، وهاي الحاله دا تتكرر، مو اذا هاي الحاله دا تتكرر، مفترض على الحكومة والشرطة ووزارة النقل أن تتعاون حتى يشوفون بيا مكان دا يتعرض القطار إلى اعتداء ويحاولون يوعون، يسوون حملات إرشاد. في حال تكررت أكثر لازم تكون عندهم ممارسات أخرى، لدرجة أنه المواطن يحس أنه إذا أذى أكو حساب وراها حتى يبطلون. ناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق موجود أنا من منصة فيسبوك أحمد فتلا، يعني ما يقدرون يصورون ويأخذوهم للسجن، مو صعبة بس دولة فاشلة. سعد الجبوري، لازم أكو كاميرات وتقع عليهم غرامات مالية، وفي حال التكرار لازم السجن. علي التميمي، من أمن العقاب ساء الأدب، قانون رادع، ماكو، هاي ملك الشعب العراقي جميعا، ليش هذا العمل الغير أخلاقي؟ وفوز العيداني، من أمن العقاب ساء التصرف وما تصير لنا كل شارة. ذن التعليقات دا يحجيكم لما الناس دا تضرب القطار بالحجار أو دا تحاول تخربه للقطار. طبعا هذا أكثر من فيديو وطلع في صوتكم، سواق القطارات يعانون من بعض الأماكن، القطار لما يفوت من يم منازل المواطنين يتعرضون إلى رمي حجارة واعتداءات كثيرة. وأذكر فيديو في صوتكم يقول لي أنا شهريا أبدل هاي الجامة من 6 إلى 7 مرات، فالقضية مو جديدة. بس اللي قالوا الناس اللي علقت على هذا الموضوع، من أمن العقاب أساء الأدب. وإحنا هنا نحكي مو بس عن مواطنين، قضية من أمن العقاب أساء الأدب كل مفاصل الدولة العراقية تعاني من أدها، كل مفاصل الدولة العراقية تعاني من أدها. لأنه الموظف لو أكو قانون رادع إلا ما يرتشي، والجندي لو أكو قانون رادع إله ما يتسيب عن عمله، والشرطي لو أكو قانون رادع إله ما يتهاون بعمله، والمواطن لو أكو قانون رادع إله ما يعتدي على شرطي. والمواطن مو بس المواطن اللي ما عنده حصانة، لا، أولهم أبو الحصانة حتى يكون المسؤول قدوة إلى الناس. ولما القانون يمشي على المسؤول راح يمشي على كل المواطنين. هاي كل العراق يعاني من أدها، قضية من أمن العقاب أساء الأدب. نطلع من قضية معاناة العراقيين مع شركات النقل الجوية والبرية ونروح إلى فقرتنا الثانية، نبديها بمرشحي الانتخابات اللي يعتبرون المواطن عبارة عن مصرف أو صراف آلي للفلوس. يعني هو لما نريد يرشح نفسه، وعود المرشحين للمواطنين بالعمار والخدمات والمي والكهرباء والراحة والوظيفة والرواتب وإلى آخره من الوعود مستمرة على قدم وساق إلى أن يجي يوم الانتخابات، وراها تكمل مفوضية الانتخابات عد وفرز الأصوات إذا كان أكو انتخابات
صحيحة ما بها تزوير، تطلع النتائج الرسمية المرشح فص ملح وداب وما حد يعرف عنه شيء. لكن أول عمل إلهم وقبل الانتخابات وقبل أن يفوزون بالانتخابات يفاجئون المواطن أنهم دا يخربون، يخربون ممتلكات عامة، يخربون أشياء حضارية. ليش؟ لأنه المرشح يريد يبين نفسه، فوين يلزق الدعاية مالته الانتخابية؟ أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة بالشوارع، أو فوق اللوحات التعريفية اللي موجودة بالشوارع، أو على صور الشهداء. وتجاوز هذا الشيء إلى أنه يشيلون بعض اللوحات ويزيلوها ويستبدلوها بلوحات دعائية لهم. عندنا اتصال. أحمد من بلجيكا، حياك الله. محمد من بلجيكا، حياك الله يا محمد. عزيز تفضل يا محمد. الله يسلمك استاذ العزيز، اهلا وسهلا، حياك الله. الله يخليك. والله هسه شفت المقطع الفيديو دابوا على قناتكم الموقره، وشفت مقطع الفيديو مال القطار وانقهرت كلش. نعم. عندي بس اريد اعرف السبب، وين يكون القصور؟ هل يكون بالمواطن، بالتوعية، بالحكومة؟ ليش المواطن يحافظ على غراضه، مثل ما نقول داخل المنزل كنظافة كمقتنات شخصية، وخارج المنزل لا، الوساخة بالشارع؟ هل يحس انه الشارع وممتلكات الدولة مو إله، مو لمصلحته؟ نعم. يعني اخ محمد، مو هي حلقة متكاملة. يعني عندنا مقولة أو مثل يقول لك أصابع إيدك مو سوى. أكو ناس لا، مثل ما هو بجوا البيت برا البيت، وأكو ناس لا، جوا البيت شكل وبرا البيت شكل. وأكو ناس يحافظ على اللي بإيده وما يحافظ على اللي بإيد غيره، بس ينتظر أكو واحد يردعه أو يحاسبه حتى يقدر يحافظ على اللي موجود بإيد غيره. يعني هي تعتمد أنه الحكومة متهاونة، المواطن مداير بال، الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلد مسبب أزمات لم يم المواطن، كلها متكاتفة ويا بعضها. عمليًا هسه نفس المواطن ده نشوف هنا جالية عراقية كبيرة موجودة في بلجيكا في أوروبا، والله أشوفهم يعني خاصة أول أسبوع أول أسبوعين يجون يندمجون بالمجتمع، يطبقون القانون. طيب. يكونون من أجمل الجاليات اللي موجودة خاصة في أوروبا. سؤالي لك أخ محمد، أنت في بلجيكا حضرتك ذكرت نقطة، تقول أشوف إخواني العراقيين لما يجون إلى بلجيكا خلال أسبوع أو أسبوعين يندمج مع الحياة للبلجيكيين. سؤالي اللي يطرح نفسه، لو كان مواطن عراقي مهاجر إلى بلجيكا خلال أيامه الأولى وشال حجارة وضرب بها قطار، شنو ما يترتب عليه بعد ذلك؟ يعني أنا أقول لك أول ما يسووه يحولوه إلى لجنة أنه تشوف السبب، هل هو سبب نفسي، مرض، أو عدم اندماج من خلال اختلاف الثقافات، الإنسان نفسه هو مو مثلاً واعي، يشخصوا لك السبب ويشخصوا لك المشكلة، إحنا نقول عليها بالعراقي يوقعوا لك على المشكلة. زين. وبعدين يطول حل إليه. بس أنا الصراحة أنا ما شفته، لأن أشوف هنا خاصة الجاليات الجديدة والله يعني أسبوع أسبوعين بالزايد يندمج وتلقى ياخذ يوقف بالسرعة. أنا ما مسافر إلى بلجيكا أو إلى أوروبا، بس راح أجاوبك، لأنه العراقيين في أوروبا وصلوا إلى العالم كله من الإخواننا العراقيين اللي عايشين بالعالم أنه أكو قانون، والقانون يمشي عليك وعلى غيرك. أنت القانون مشيت به، أنت ماشي بالسليم. القانون أنت اخترقته، الدولة راح تحاسبك. ولهذا السبب اندمجوا العراقيين مع القوانين في بلدان المهجر. ولهذا السبب ماذا تشوف هاي الحالات. وحضرتك أيضا ذكرت نقطة هسه مهمة، قلت الدولة تحيلك إلى لجنة حتى تخلي إيدها على الوجع. ليش هذا ضرب القطار مثلا؟ نفسية أو عدم اندماج أو اختلاف حضارات؟ بالعراق ماكو هذا الشيء. يتعاقب على ما أظن بالعراق، أو يسجنوه وما حد يسلم عليه بعدين على ما أظن. يعني تم. صح. شكرا لك أخ محمد. نرجع إلى قضية مرشحين الانتخابات واعتداءاتهم على أملاك الدولة، وأيضا وتغييرهم إلى قطع ودلالات مرورية في الشارع، بل رفعها ووضع صورهم من أجل الترويج الانتخابي. فإذا كانت البداية بهالشكل، فش راح يترجى المواطن منهم؟ إعمار
خدمات، تحسين الوضع المعيشي الاقتصادي الاجتماعي، شلون راح يوفون بوعودهم اللي تناقض عملهم الحالي؟ تعالوا نبدأ بذيقار وخلينا نسمع الناشط اللي يتكلم عن هاي القضية. يا الله، طبعا شعارات المرشحين كلها شعارات الخدمات والحرص والإصلاح. للأسف الشديد اللي جاي نشوف هاي مشاريع جددة، مشاريع حي المتنزه، وكلكم تعرفون حي المتنزه شلون تجملت، مشروع حلو مرتب. للأسف الشديد هاي الشخصيات مع جل احترام لهم، هاي الشخصيات احنا من نعتب عليها. ليش؟ لأن هاي الشخصيات جاي تدعي كانت أول ناس كانت طالب بالإعمار، كانت طالب بالخدمات، كانت ما ترضى على المزينة. كل شخص مخرب يخرب بالمدينة ممتلكات العامة هم يعترضون عليها. بس احنا ليش شي نقول هاي اعمده جديده؟ يعني الله يساعد، هسه علك هي بسيمه، حطها بخشبه، سوى اعلان ضوئي. بس يا اخي ليش تلزق؟ اولا هذا مخالف للضوابط المفوضية، بس مصورنا فرلي. شوف العمود، الله يساعد، العمود هذا فوق وجاء لزق. يعني ليش شي؟ ليش هذا التخريب يا مرشحين؟ هاي تخريب، جاي نشوف اعمال تخريبيه ومخالفه للضوابط. لا بلديه حاسب، لا دائرة الكهرباء حاسب. يعني ليش احنا هاي نوجه ندانا لبلدية الناصرية ودائرة الكهرباء؟ هاي ما يصير الا سخاي باكر عقبها يشيل هاي. قضية انتشار الدعايات الانتخابية للمرشحين قضية، ونشرها بصورة غير صحيحة وغير حضارية موجودة بالبلد ويعانون من أدها. لكن على العكس من هذا الشيء، اكو فيديو يفرح ويبكي بنفس الوقت، لأنه اللي دا يصير بالفيديو الناس ما لها علاقة به. بس صار صورة جميلة، صورة حلوة، عكسوها أحدى أهالي مناطق النجف ورا ما يأسوا من وصول الخدمات إلى شارعهم اللي سنوياً يغرق بمي المطر ويتحول إلى برك من الطين. أجمعوا أهالي الشارع بالنجف على القيام بترميم الشارع وتأثيثه، جمعوا فلوس حتى يسوون هذا الشيء، لكن الأموال ما كفت. جمعوا 13 مليون دينار، والمبلغ المطلوب لتعبيد وتأثيث الشارع 40 مليون دينار. اجا رجال شهم، اخونا اسمه حاتم من اهل الخير، وهو اسم على مسمى مثل ما يقولون اهالي الحي، اشرف على اكساء الشارع وتكميل المبلغ المتبقي من الأربعين مليون، واشرف على اكساءه وترتيبه وتأثيثه، ووصل الشارع بالصورة اللي راح تشوفوها بعد شوية. اكراما اله سموا الأهالي الشارع باسمه، شارع حاتم الخير. خلونا نشوف. ما عليكم لا مرشح ولا دعاية انتخابية. تعرفون هذا الشارع شلون كان؟ هذا الشارع اللي شوفوه هسه مقرنص بالأربعمية متر طوله، شوفوا شلون. دام ينشف شارع غرقان كله ماي، ماكو حتى ما تقدر تطب الباب البيت. والآن شلون أصبح؟ إذن نفتخر بهكذا شخصية نجفية محبة لمدينتها. تقييما واحتراما أهالي المنطقة مثل ما استجاب حاتم الماضي لمناشدتهم وحول هذه بقعة من المياه، حولها إلى مقرنص وساقيات مال أمطار، سموا هذا الشارع على اسمه اللي هو حاتم الخير، لقبوه حاتم الخير اللي هو حاتم الماضي. المبلغ الكلي لهذا المشروع هو 40 مليون دينار عراقي، 13 مليون الناس اللي جامعيهن وانطوهن الحاتم الماضي، والباقي كله اللي بقى من ال 40 مليون هو تحمله الرجل من مقرنص وسواقي وإنارة وأشجار. هذا حاتم اللي أشرف على إكساء الشارع وتعبيده وتأثيثه. يعني المتظاهرين اللي الحكومة مال عبد المهدي والمصطفى الكاظمي كتلوهم وتعبوهم، ولحد الآن أي تظاهر تصير بالعراق ينضربون. المتظاهرين ساحة التحرير نظفوها، الأنفاق اللي جوا ساحة التحرير نظفوها وشغلوا لها كهرباء ورتبوها ورمموها، رسموا أنفاق، كانوا شايلين علم عراقي ويقولون احنا نطالب بحقوق، وشفتوا شلون تعاملوا وياهم.
الناس في كل فترة وفترة يا ناس تلقيهم كسبة ويقعد يرتب بحاويات النفايات مثلا، أو ناس يجمعون وينظفون ويعبدون شوارعهم مثل ما شفتوا هذا الشارع اللي سموه حاتم الخير. المبكي بهذا الموضوع أنه الناس ما لها علاقة. دولة العراق مو فقيرة حتى الناس تسوي لها جمعية وتلملها حتى تصرف عليها. المواطن المفروض ما يفكر شلون يتبلط الشارع. المواطن لازم ما يتعب بهاي القضية وما له علاقة بهاي القضية. أنت ليش صرت بمركز حساس ومركز بالسلطة؟ أنت ليش صرت مسؤول؟ أنت مسؤول عن ذني. وزارة التخطيط ووزارة النقل والطرق والجسور كلهم ذول المسؤولين عن هاي الأشياء. الناس ما لها علاقة أنه تفكر شلون تحط تصريف للمياه أو شلون تأسس شارع أو تجيب زرع وغيره 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 حتى تجمل منظر المنطقة، لأنه سئمة وكل مطرة تتحول إلى طين، ويطلعون ويناجدون وما حد يدير لهم بال. بالأخير هم اشتغلوا. هذا المبكي بالموضوع. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فاضل الكعبي، الله يكثر من أمثال إن شاء الله، كل الاحترام لصاحب الأعمال المميزة. وأصيل حسين، والله لو يصير مدير البلدية هواي أفضل من هاي الحرامية اللي ما تخاف لا من الله ولا من كل واحد. وإيمان الحسن، والله قليل بحقه كل الألقاب، ربي يبارك بعمره ويحفظه، هذا الرجل يكون يصير مدير بلدية وينطوه كل الصلاحيات. وجهان حاس تقول لو يخلون الرجل المناسب بالمكان المناسب كان صرنا أحسن من دبي، بس شو نسوي الأحزاب ركبتنا ليوم القيامة لما يخلصن النفطات ويمصونهن كلهن. المشكلة أنه هذا الشخص مو يصير مدير بلدية. هذا لو كنا نفكر صح، هيك شخص بأمثال هيك شخص قاعد هو كمواطن ويعبد لك شارع مقرنص ويخلي ساقية للمطر ويأسسه ويرتبه وأشجار وورد ويخلي منظر حضاري، هذا خلي وزير إعمار، أخليه مدير عام طرق، وأقول له صلاحياتها صلاحيات الدولة كلها بيدك، بس رتب ليها للبلد ورا الدمار اللي تسبب به الاحتلال الأمريكي والدمار اللي تسببوا به الاحتلال الإيراني بعد الاحتلال الأمريكي والدمار اللي تسببوا به الأحزاب والكتل السياسية اللي تقول إحنا عراقيين. محمد من الأردن حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسين كامل. حسين كامل. نعم. محمد. انقطع الاتصال يا أخونا محمد. أبو علي من الديوانية حياك الله. أبو علي من الديوانية. أبو علاوي تسمعني؟ أسمعك. انقطع بالتعليق. تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الشارع لو سويته الدولة صار بخمسمائة مليون. نعم. هذا الشارع لو سويته الدولة بنت بلدية اللي تكلف الدولة خمسمائة مليون واردة مقرنص يخلونه. نعم. وشماله سارش حول الانتخابات وعشرين سنة انتم شارع ما سويته، وهاي مال العوائل هي اللي تسوي الشوارع، ترى هاي الشارع يعني موجودة بالدوانية بالنجف كل المحافظات، الناس قامت هي تستخدم الفلوسة وتسوي الشوارع. نعم. وتجي البلدية بس تاخذ ضرائب. تجي البلدية يعني شنو؟ ضرائب. ها؟ البلدية ايش بيها؟ ايش الدور؟ تجي تاخذ فلوس تنظيف وتاخذ ضرائب، من يدور البيت يقول له اعطينا مال مقلص مال الشارع 500,000 600,000. نعم. الو. انقطع الاتصال ويا ابو علي، لكن وصلت الفكره من ابو علي. يقول لك ابو علي لو كان هذا الشارع سووه الدوله او سوته الحكومه كان كلف الشارع هذا اضعاف سعره، ولما يجون الناس يسوون هذا الشارع على نفقتهم الخاصه تجي البلديه وتقول لك ادفع لي ضرائب لانه اكو ضرائب مترتبه عليكم. قضيه الاهمال الحكومي، شفتوا هذا الشارع بالنجف ايش قد كلف؟ 40 مليون. الناس جمعت وسوت، واكو شخص تكفل باكثر من نصف القيمه. خلونا نباوع الاهمال الحكومي ايش قد يكلف الدوله.
نبدأ من مركز الأورام بالبصرة. صالات عمليات وعمليات جراحية تشتغل بالنظام الأوروبي، نسبة الإنجاز بالمستشفى وصل إلى 95%، لكن المستشفى ما انفتح إلى حد هاي اللحظة لأنه متوقف على مبلغ 48 مليون دينار عراقي. يقولون أكو شبهات فساد أيضا بالموضوع من بداية إنشاء مركز الأورام. وأكو طابق ثالث لحد هاي اللحظة ما انفتح لخدمة المواطنين، وشنو هي أسباب غلقه بدل إدخاله إلى خدمة واستقبال مرضى السرطان بالتحديد. المناشدة كانت عبر أحد الناشطين اللي فقد والدته قبل أيام بسبب الإهمال الطبي، ونقلها إعلامي آخر إلى مستشفى ثانية. خلونا نشوف هذا الفيديو. النزاهة وديوان الرقابة المالية، هذا قسم الأورام مال السرطان في خلفي، بالتالي يحتوي على طابقين 30 نساء و30 رجال. تدرون شقد عندنا إصابات سنويا؟ لو ما تدرون، حسب تقرير مفوضية حقوق الإنسان سنويا عندنا 10,000 مصاب، وراح يجردوا لي مال سنة 2023 وال24 وراح يعطوني الإحصائية متكاملة. بالتالي أتفاجأ وأنصدم ألقى طابقين والثالث متروك من سنة 2010 أو 2011 لغاية الآن، طابق متكامل مقفول ما مكتمل، بس بالتالي مشقوف وكامل، بس تحط الأجهزة وتنقذ الناس. تباوع هنا المرضى، أجي ومدير مركز الأورام عنده علم ومسولف لأني، الناس كاظة جرعات بيده وتنتظر واحد يقوم من السرير، واحد يموت من السرير حتى يجي واحد ثاني وبمكانه. بالتالي 10,000 مصاب سنويا، طابقين 60 سرير، وين تتحمل البصرة في ظل وجود التلوث البيئي اللي غزانا وغزى البصرة؟ هذا الفيديو من البصرة، الفيديو الثاني ترى هم من البصرة، بس هذا الفيديو اللي تشوفوه هسه المستشفى الصيني بقضاء ابو الخصيب. هوايه طلع هذا المستشفى وياي انا شخصيا ببرنامج صوتكم، هذا المستشفى طلع وياي كلش هوايه، والسياج حفظته حفظ اللي ما اكتمل الى حد هاي اللحظه. بوقت الناسب امس حاجه الى الرعايه الصحيه والطبيه، خصوصا بالبصره المحافظه اللي بها اكبر نسبه تلوث وامراض بسبب الانبعاثات الغازيه وحرق المخلفات النفطيه واللي تنتج من انتاج النفط واستخراجه، واللي تحول من نعمة إلى نقمة على هاي المحافظة وأهلها. فيا ترى متى راح يكتمل هذا المستشفى؟ أهالي قضاء أبو الخصيب هذا سؤالهم كان. الصيني يقال من سنة 2014 لليوم ما كامل المستشفى الصيني في قضاء أبو الخصيب، هسه ما نعرف شنو الموضوع. موضوع طبعا هو مشروع وزاري حسب ما عندي معلومات، هسه احنا الشركة الناس ما نعرفهم، ما نعرف يعني أعذارهم مثل ما يقولون، ولكن بما أنه مشروع وزاري وإحنا المشاريع الوزارية في محافظة البصرة حقيقة مشاريع فشلت فشل ذريع، والدليل متلكئة، عندنا الكثير بل بالمئات من المشاريع الوزارية تراوح بمكانة، أقل مشروع صار له 10 سنوات. المستشفى الصيني أبو الخصيب يمتى يكمل؟ شنو مشكلته بالأموال بالسلف؟ مشكلته إدارية؟ مشكلته مالية؟ مو قضاء أبو الخصيب اليوم تعداد سكانه من 700 إلى 800 ألف نسمة، زين من عام 2014 أو بعدها لليوم ماك واحد تابع الموضوع. اسم المستشفى المستشفى الصيني، والصين بنت مجمع سكني مكون من 200 وشوية طابق، كل يوم 3 طوابق، كملوه يمكن بشهرين أو 3 أشهر. وتخيل، تخيل الكارثة اللي عايش بها العراق. سنين مستشفى إذا تحسبوها الطابق 2 3 4 ما كملانة، من 14 لل 23 وطابقين بال 24، ما باقي كم يوم، والمستشفى لحد الآن هيكل. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت
على هذا الموضوع. وأول تعليق موجودي أنا من منصة فيسبوك مهيمنة عراقي، خلي عوضون الماتوا بالأمراض السرطان، المرضى محتاجين علاج وغالبهم ما عندهم فلوس، عوضوا أيتام اللي ماتوا بالأمراض السرطانية، مع الأسف ماكو مسؤول عند مخافة الله. ومحمد الحداد، ما لتكمل تحطون بالجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، من الله يهجم بيت كل من أخذ فلس من اللي كملون بيهن المستشفى. وعلي المالكي، منصب مدير الصحة اشتراه $1 مليون من أحد الجهات الحزبية. وأبو حسين، كارثة هاي، الله أكبر، ما هو ذنب المرضى؟ أين وزير الصحة وأين النزاهة؟ سؤال يطرح، وين وزير الصحة وين النزاهة؟ وزير الصحة يتبع منه التيار، تيار الإصلاح، جماعة السيد. وتخيل إسماعيل من هولندا، حياك الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، معك اسماعيل صالح، مؤسس منظمه المستقبل للجميع الهولنديه العراقيه في هولندا. حياك الله استاذ الكريم. انا قبل مده كان عندي اتصال مع احد الشركات الهولنديه بالنسبه تريد تستخرج الطاقه الحراريه وتنتجها كطاقه كهربائيه بداخل العراق. تمام. واتصلت بأكثر من مسؤول، يعني عن طريق بعض الأخوان في العراق، أن يوصلوني إلى وزير الكهرباء أو إلى جناب مكتب رئيس الوزراء، لم أتصل أي جواب. نعم. اتصلت بكثير من المسؤولين هم في أقليم كردستان، لأن هاي الشركة قبل تقريبا 6 سنوات 4 سنوات اكتشفت أنه في أقليم كردستان يقدرون يستخرجون طاقة حرارية وينتجوها، يسووها كهرب، طاقة نظيفة لاستخراج الكهرباء بالعراق، وهم ما جانا أي جواب. فما نعرف، نحن نريد نعمل فشي يفيد هذا البلد، ولكن ما ينطونا مجال أخي العزيز. فأريد عبر قناتكم الموقرة، إذا وصل صوتنا إلى أحد المسؤولين في وزارة الكهرباء أو مكتب رئيس الوزراء الموقر، نحن حاضرين أن أجيب الكتالوج والأوراق الكاملة، وأجيب وفد من الشركة الهولندية لمباشرة هذا المشروع داخل العراق. بارك الله بك. والعراق كله محتاج إلى طاقة كهربائية نظيفة. نعم. وأنت تعرف مثل ما يقول الـ 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 يعني العراق يعني بلد الخير وجاء نشتري كهرب من برا، البلد الخير وجاء نشتري غاز من برا، يعني ليش ما نستفاد من بلدنا ونفيد أهل بلدنا؟ كثير من المؤسسات، كثير من الشركات تيجي على العراق ولكن ما ينطونا مجال أخي العزيز. هذا اللي أريد أوصله عن طريق جنابك الكريم. وصل إن شاء الله والناس سمعوك. شكرا، شكرا لك أخ إسماعيل. أحمد من صلاح الدين، حياك الله. أحمد، أحمد تسمعني؟ ألو. ألو، أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ هلا بيك يا الغالي. جبنا على المرشحين، أنت حكيت على المرشحين اللي اللي مرشح إذا بالبداية بعد ما صاير سوي مؤتمرات وينطي هذا وينطي ذاك، يجمع البطايق، يعني هذا شو التحرى من عنده؟ نعم. يعني هذا يبنى مستقبل للبلد؟ نعم. فعندنا هنا مرشحين صلاح الدين، يعني ينطي فلوس، يجمع ما اعرف شو يسوي، يسوي مؤتمرات، يعزم، يجمع بطايق مال الناخبين، ينطي فلوس، يعني هذا انت يعمر بلد، يعني وين اكو؟ ماكو رقابه، ماكو شيء يعني دليل عليهم اللي جاي يسوون هيك. نعم. لو بس كل من يجي يبوق ويريد يصير هو. نعم. فعندنا يعني هذا بكثرة، احنا في صلاح الدين عامة. فأتمنى من الحكومة تسمع الصوت، تخلي ذول اللي يجيب ناس نزيهين مو يبوق وما يسوي شيء، ما أرد يحكي هذا الألفاظ عني، بس مجبور جاي أشوف بعيني واقع هذا الشارع العراقي. نعم. فتجيب تخلي نزاهة على ذول اللي يعني شنو تحرى من عنده إذا هو بعد ما صار يعني أنت طالب بتفعيل الرقابة وتفعيل القانون بصورة صحيحة. نعم. أها، مو أجيب واحد يعني بعد ما صاير، هو بعد ما صاير ما لازم سلطة أم شيء أم بكان
ينطي رشوة. نعم 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 نعم. يعني وصلت. هذا شيء شنو يفيد البلد؟ نعم وصلت 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 أخ أحمد وصلت. شكرا شكرا جزيلا لك. نطلع من اهمال أطببكم بهمال جديد. شغلة تفيد كل الشعب وتخص الشباب بالذات. أهالي الموصل استنكروا إهمال ملعب الإدارة المحلية وعدم إعادة ترميمه وإكمال بناءه وراء ما صرفت مليارات من مخصصات المدينة على هذا الملعب وتركته عبارة عن هياكل خرسانية مدمرة. خلونا نشوف. من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بعد النظر على الملعب لأنه هو ملعب الرئيسي مع الموصل. هذا الملعب رقم واحد، ليش ما تعمر مثل بقية الملاعب؟ متروك الملعب ومهمل عبارة عن مكب للنفايات. نطالب من الحكومة المحلية والمركزية بإعادة النظر عليه وتعميره ونكون شاكرين منه. والله هذا الملعب يعني متروك ومهمل، يعني صار له سنين، يعني أي دولة ما يقدر تسوي الملعب وترسمه. فرق تجي تلعب بالملعب هذا فلش لحد الآن انقاض عربين مال تكرمون الحصن وما حصن السعبية. هذا الملعب ما حد يعمره ملبوس. في الملعب بالقاهرة ملعب أقدم منه بكثير، وملعب كثير جو لعبوا به الزهراء، لعب به والجوية، لعب به والشرطة، لعب به كل لعبت به. عفوهم لو ما حيكملوا بعض. هذا ملعب كرة قدم. نطلع من الموصل نروح إلى ملعب ميسان. أحد المواطنين يرصد الإهمال اللي صاير بأرضية الملعب ومرفقاته، علما أنه الملعب يستقبل دوريات الدوري بالعراق، لكن الحال مثل ما راح تشوفوه بالفيديو التالي. واحد مواطن يقول الملعب تم افتتاحه رغم انه اعمال البناء والانجاز ما مكتمله. تخيلوا انصرف على ترميم الملعب 33 مليار دينار عراقي، بينما يقول المواطن ملعب الكوت انبنى من الصفر جديد ب 25 مليار. اقيسوا خلونا نشوف. هم إلى من يهمه الأمر، هنا راح نعرض لكم بعض سلبيات ونواقص ملعب ميسان الأولمبي. هذا الملعب الذي يستضيف مباريات دور نجوم العراق، هذا حاله، هذا حال مضمار. أولا هذا مضمار سيء للغاية، وراح ناخذكم إلى بعض مرفقات الملعب. هنا سبق أنه هنا إلى البساط الأحمر حتى يغطون الجزء الأكبر من تلف المضمار. هنا خلين البساط الأحمر كي يتم تغطية التلف الأكبر في المضمار. هنا المضمار ميسان يعاني من الإهمال. هذا ممر الملعب الطافي تماما من الكهرباء، لا توجد فيه كهرباء. هاي حمامات الملعب لا كهرباء لا ماي. ها ظلمة، ها كل شيء ماكو كهرباء، ماكو هنا ما واصلت. هاي أحد الغرف في ملعب ميسان، وها تواليتات حمامات ملعب ميسان. ها يعني ما تعرف شو تحكي شو تقول. هاي رسالتنا من شباب ورياضي محافظة ميسان، نوجهها وزير الشباب والرياضة. أدري ما تغارون، والله والله سؤال أرد أسأل المسؤولين وأرد أسأل وزراء الرياضة. وزراء الرياضة الحالي والقبلة عدنان درجال والقبلة 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 وزير الشباب، أي وزير شباب ورياضة صار بالعراق، ما تغار من تطلع إلى محفل دولي، محفل رياضي دولي بدول الخليج العربي أو دول الجوار العربي أو في أي مكان بالعالم وتشوف المرافق الرياضية اللي موجودة، ما تغار، ما تقول احنا وين وهم وين. زين افرض العراق هسه يريد يقدم على استضافه بطوله، شي استضيف بهذا المنظر؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود انا من حيدر نديم يقول لا نعرف معايير ترخيص هذه الملاعب ولا نعرف معنى تصريح الوزاره بان الملعب تحت الصيانه والادامه في الفتره السابقه. رزاق عمران ابو يحيى المفروض المقاول والشخص المشرف على العمل يتحاسب، وين النزاهه؟ خلي تشتغل. محمد عراقي شهد الله المضمار السابق اللي في عهد النظام السابق قبل سنه 2003 وبعد كان افضل وجيد جدا ولم يتهالك، لكن تم استبداله وتخريبه بمواد غير جيده وشكليه لغرض التخصيصات الماليه والفساد والسرقه. محمد فرمان والله والله حتى لو يصرفون للملعب مبلغ من المال هم راح يتعالج هذا الموضوع بسبب الفساد والاهمال.
تستمر حملات اللي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات القادمة خلال أيام واللي تخص مجالس المحافظات، وهاي المرة ويا حملة جديدة على منصة إكس عبر وسم مقاطعون للفاسدين وانتخاباتهم. فأول منشور مهدي أبو صالح: والله أنا وعائلتي وكل من نستطيع أن أصله من أخوتي وأخواتي ومن عمام وخوال وأصدقاء سوف نكون مقاطعون. والعراقي أحمد يقول: مثل هكذا انتخابات وهكذا أجواء بارزة أصوات وسلاح وأموال بلا حساب وعشائر بلا فكر ولا ضمير، فالأفضل والأكثر كراما نقول مقاطعون. علي جواد: ديمقراطيتهم كذب، حيث صدرت توجيهات تهدد بقطع أرزاق القطاعات العسكرية بأن المنتسب الذي لا ينتخب تسحب هويته ويطرد عن أي ديمقراطية ونزاهة تتحدثون. وكينج أوف بابلون: أقسم برب العرش لا يوجد بتاريخ العراق أفسد من هذه الطبقة الفاسدة، انتخابات كذب ودمار للشعب وضمان الفاسدين بالمناصب. هذا المنشور وقبل من المناشير وكثير من التغريدات أيضا كانت على هاشتاغ مقاطعون للفاسدين وانتخاباتهم. مشاهدين الكرام، هذا كل ما موجود ويانا في برنامج صوتكم لهذا المساء، وما حدد لي رسالة على برنامج الواتساب، أتمنى تتواصلون ويانا على البرنامج في حال ما قدرتوا تتصلون بنا. نلتقيكم إن شاء الله على خير. المسؤولين ما عندهم غيره حتى يغارون من الدول الأخرى، هاي الرسالة وصلتني. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذنه تعالى. في أمان الله.